اهلا بكم وحلقه جديده من ملعب اون تايم. حلقه جديده بخبر جديد. في عز ما الازمات بتشتد وفي عز الارقام وفي عز ما بنحارب الوباء، الدوله المصريه بتنتفض من جديد زي ما دايما معودانا. الدوله المصريه هي دايما في الرياده. الدوله المصريه هي دايما صاحبه القرار. الحقيقه كان عندي تحدي كبير جدا، دايما كنت متمسك بالامل ودايما كنت صاحب نظريه عودة النشاط وعودة الدوري. طبعا بعد ان الدولة تدي دول اخضر في موضوع الوباء، وكان عندي ثقة شديدة جدا ان ما في مرة الدولة المصرية كان في تحدي غير ما كانت في المقدمة واخدت القرار. ودايما مع اشرف صبحي الوضع مختلف، وشرحت قبل كده وعندي مثال في كاس الامم الافريقية وعندي مثال في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. دائما وابدا يحتفظ بالهدوء ثم يحتفظ بالقرار، ولكن عندما يجيء القرار فهو دائما وابدا بيكون قرار مختلف. الناس كلها توقعت ان عدم عوده اي نشاط، الناس كلها توقعت ان الامور تختلف، ولكن واضح ان الدوله المصريه كان عندها وجهه نظر اخرى.